تعال نكمل بقى ايه الموضوع التاني النهاردة، اللي هو ازاي اعمل كومبريس واركايف للملفات. خلاص، ازاي اعمل كومبريس واركايف للملفات. بص يا سيدي، تعال اول نتكلم على الفايلز. تعال نتكلم على الفايلز الاول، ماشي؟ عشان تكمبريس اي فايل في يوتيليتيز كتيرة جدا ممكن تستخدمها. الاشهر اللي الناس كلها شغالة بيه، في عندك ها اتنين الجوريثمز موجودين، في عندك الجيزب وفي البيزب 2. خلاص، الجيزب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ على فكره في حاجات تانية موجوده زي الاكس زد، وفي في حاجات كتير قوي موجوده، بس بكلمك على اشهر اتنين اللي هم موجودين عندك في المنهج يعني. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الجيزب اسرع من البيزب 2 اسرع من مين؟ ها، من الجيزب. لا مش اسرع، الجيزب اسرع ولا اسرع؟ انا اتلخبط. تعالى يا سيدي هنا اهو، الجيزب هو اللي اسرع، خلاص. لكن البيزب 2 ها الكومبريشن ريشيو بتاعته اعلى. ماشي كده؟ من الاخر، لو عايز تضغط بشكل سريع استخدم الجيزب، لكن لو عايز تضغط ها بس تقلل مساحات بقدر الامكان استخدم البيزب 2. خلاص كده، ماشي. طيب طيب ازاي تضغط ملف؟ تعال على طول نجرب عملية. احنا بنقعدش نضرب نفسها ليه؟ والله التجربة العملية هي اللي بتثبت. خلاص، انا عايز الاول اكريت ملفات كده، وعايز اكريت ملفين يكون مساحتهم كبيرة. طب اكريت ملف مساحته كبيرة ازاي؟ عايز ملف تكست مساحته كبيرة عشان تبان لك حكاية الكومبريشن. خلاص، ls كده داش lr سلاش، وحط لي كل الكلام ده في ملف اسمه my file. طبعا عملت redirect للاوتبوت، بس ما عملتش redirect للايرور، ماشي كده، ممتاز جدا. ls داش lh كده الماي فايل ده، بصوا لي الملف اللي اسمه ماي فايل. انا كده دلوقتي عندي ملف تكست اهون، وجوه مين؟ ها كلام كتير قوي. مساحه الملف ده كام؟ بصوا لي كده كويس، 18 ميجا. حلو، طيب كلام جميل. طب انا عايز اضغط الملف ده، عايز اضغط المساحه، اعمل ايه؟ الجيزب، هقول له كده الجيزب واسم الملف. بصوا لي كده الملف اللي نتج مساحته قد ايه؟ ها بصوا لي كده، من 18 ميجا بقى كام؟ ها 1.5 ميجا، من 18 ميجا ل 1.5 ميجا. خلاص، يبقى عشان تضغط ملف ممكن تستخدم الامر اللي اسمه جي زب كده على طول. طب لو عايز تفك ضغطه، جي ان زب للملف ده. ها الملف رجع مرة تانية اهو، رجع مرة تانية اهو الاصل، وضحت؟ الملف رجع لاصله مرة تانية. خلاص، طيب كلام جميل. طيب لو عايز تضغط باستخدم البيزب 2، بيزب 2 الملف اللي اسمه ماي فايل. لا ما ينفعش تقراه مضغوط، انت في ويندوز ممكن تقرا ملف وهو مضغوط، في اي اوبريتنج سيستم اصلا ممكن تقرا ملف وهو مضغوط. ازاي يعني؟ معلش انا عندي ملف وينرار اهون، تعالى كده على الديسكتوب اهو، عايز ايه؟ عايز تقرا الملف ده ازاي يعني؟ فهمني. ها هتفتحه بالنوت باد؟ لا يا حلو، ايوه زي ما الراجل ده بيقول لك، انت لما الدبل كليك عليه كده
بيفتحوا لك او بيفك ضغطه كده بسرعه ها في التمبراري فايلز بتاعتك بتاعت الويندوز، بيفكوا لك كده مؤقتا في التمب بتاع الويندوز مش بتفتحه على طول، معلش ما تخلطش خلاص. طيب ls كده lh my file، ايوه لما بتفتحه بتعمل له اكستراكت كده بالمنظر ده، لما بتفتحه بتعمل له اكستراكت. طيب بص لي كده لما استخدمت البيزيب 2 المساحه بقت كام؟ الجيزب كان مديني كام؟ 1.5 ميجا، ده اداني 975 كيلو، شايف؟ خلاص؟ طيب معنى كده ان الكمبريشن ريشيو بتاع البيزيب 2 اعلى من ها اعلى من الجيزب، خلاص؟ طيب عايز بس انبه على حاجه بمناسبه البي انزيب 2 هتلاقي بياخد وقت وقت اسرع، يعني عايز اثبت لك تعالى كده في عندك امر كده اسمه تايم جيزب الملف اللي اسمه ماي فايل المفروض كنت استخدم تايم جنبها كده اول. بص لي كده بص الوقت اللي استخدمته في عملية الضغط كام ثانية، ها بص اقل من ثانية بس هنا كان كام ثانية؟ 4 ثواني، شفت؟ يبقى الوقت اللي البيزب 2 بيستخدمه اكبر من الجيزب بس الكمبريشن ريشيو بتاعته اعلى. طيب حاجه بس هنبه لك عليها، الفيديو والاوديو لا يخضعوا لعمليات الضغط دي، تاني ملفات الاوديو والفيديو لا تخضع لعمليات الضغط العاديه دي لان دي لهم طريقه تانية خالص في الضغط، خلاص؟ لو حد فيكم قبل كده لو حد فيكم خريج حاسبات او هندسه وخد الكمبيوتر جرافيكس هيعرف ان عمليه الكمبريشن بتاع الاوديو والفيديو مختلفه تماما عن الكمبريشن بتاع التكست، مش كده؟ مش عارف ادخل نفسي فيها ولا لا، بس انا درست كمبيوتر جرافيكس. حلو الكمبيوتر جرافيكس، بص كل بيكسل كل نقطة عندك على الشاشة النقطة دي ليها قيمة اسمها الـ RGB، القيمة دي ليها قيمة معينة ليه عندك لما تكون الصورة أوضح بيكون عدد أكبر من النقط، الكمبريشن بتاع الفيديو بكل بساطة بيقلل عدد النقط دي لا أكتر ولا أقل. فالموضوع دلوقتي مبقاش عبارة عن كمبريشن لتكست، لأ ده أنت بتكمبرس العدد أو بتقلل عدد النقط ها او عدد البيكسلز بكل بساطه. فعمليه ضغط الفيديو والاوديو لا تخضع اطلاقا لعمليه الكمبريشن العاديه دي، خلاص؟ عشان كده هتلاقي في برامج اصلا مخصوصه لضغط الفيديو والاوديو، ماشي؟ من غير ما ادخلكم في متاهات واخش في كمبيوتر جرافيكس واقعد اشرح في عمليه الضغط واكلمكم على الجوريزم زي مانشستر انكودنج ولا اي حاجه من الكلام ده كله، ونقعد نتكلم بقى في أفلامين دي ملاش أي لازمة، يعني ملاش لازمة يعني أنا أقعدش ضيع وقت على الفاضي. مهم خليك متأكد ومتأكد تماما تماما ها إن في طرق لضغط التكست وفي طرق مختلفة لضغط الفيديو والأوديو الاتنين مختلفين. طيب ده كان بالنسبة للفايلز. طب بالنسبة للدايركتوريز، بالنسبة للدايركتوريز بقى الدايركتوري بقى يا سيدي عبارة عن مجموعة فايلز، صح؟
الدايركتوري. بالنسبه للفايل كنت بستخدم اتنين يوتيليتي، الجي زيب والبي زيب 2 لما بفك الضغط، الجي ان زيب والبي ان زيب 2. طيب بالنسبه للدايركتوري بقى، بالنسبه للدايركتوري انت بيكون عندك الفولدر موجود اهو، وفي تحت منه كده شويه فايلز موجوده بيشاور عليها، صح؟ تمام. فانت لما تحب الاول هكلمك على الطريقه وان هي اسمها اركايف، ماشي كده؟ الاركايف هي عمليه بتجمع كل دول مع بعض عشان تنتج في الاخر ملف واحد فقط، بتجمعهم كلهم مع بعض عشان تنتج في النهايه ملف واحد فقط. طيب معلش، هو السؤال ايه الفرق بين الكومبريشن والاركايفنج؟ ايه الفرق بين الكومبريشن والاركايفنج؟ بكل بساطه الكومبريشن بينتج عنه ان انت تقلل مساحه موجوده، الكومبريشن بينتج عنه ان انت تقلل مساحه موجوده، خلاص. لكن الاركايفنج انت بتربط شويه ملفات ودايركتوريز مع بعض عشان في الاخر يطلع لك ناتج ملف واحد. يعني لو عندك 10,000 ملف جوه دايركتوري في الاخر بيطلع لك ملف واحد، ها الكونتنت بتاعته هي كل دول مع بعض. لكن في الاخر هل المساحة بتقل؟ لا، المساحة ما بتقلش. عملية الاركايفنج مش معناها ان انت هتقلل مساحة، لكن الكومبريشن معناها ان انت هتقلل مساحة، خلاص. طيب تعال كده الاركايف دايركتوري بشوية ملفات جواها. بص لي عندي كده سي بي مثلا داش ار اي تي سي للمكان اللي انا واقف فيه، خلاص كده. ال اس داش ال ار او اس ال اس داش ال اتش كده اهي. طيب انا خدت كابي من اي تي سي عندي، هي اي تي سي دي مساحتها كام؟ دي يو للفولدر اللي اسمه اي تي سي عندي، وخليه لي كده داش اس، اس معناها سامورايز. طب اتش كمان هيومن ريدابل، اس اتش معناها سامورايز، ده بجيب الناتج النهائي، واتش معناها هيومن ريدابل. لو قلت له كده من غير اي حاجه هيعدي لك الملفات اللي موجوده جواها واحد واحد ويقول لك المساحه بتاعتها. طب اس بيعمل ايه؟ اس بيجيب لك الناتج النهائي. طب داش اس اتش بيعمل ايه؟ بيجيب لك الناتج النهائي بشكل هيومن ريدابل، خلاص كده. طيب حلو قوي، كلام جميل. يبقى انا كده عندي اي تي سي اللي انا خدتها كابي دي، انا خدت كابي عشان العب بمزاجي. خدتها كام مساحتها؟ 35 ميجا. طب عايز اعمل اركايف منها، والله عايز تعمل اركايف. بص هستخدم امر اسمه تار، وتار ده السنتاكس بتاعه بسيط جدا. تار ده ممكن اقول له كده تار انا عايز اعمل اول كرييت فايل، عايز اعمل ملف اركايف. الاركايف ده هسميه اهو اسم الفايل هيكون ايه، وليكن هسميه etc backup dot tar، ده الناتج النهائي. طب فين الملف يا عم اللي انت عايز تعمله تار؟ الفولدر اللي اسمه etc، بس كده الدايركتوري اللي موجوده عندك، خلاص. طيب تعالى كده نجرب، ممكن اقول له كده تار كرييت فايل، انا هكرييت فايل وهسميه etc backup دوت تار، خلاص كده. وهتبقى محتويات الفايل ده ايه؟ هي اي حاجه جوه الدايركتوري اللي اسمها اي تي سي، اهو ال اس داش ال اتش اي تي سي باك اب. بص ايه اللي حصل، بص لما خدت اركايف اهو شايف، هتلاقي لون احمر، اللون الاحمر معناه ان هو اركايفد او كومبريسد فايل. اللون الاحمر النهارده معناه اركايفد او كومبريسد فايل، ماشي كده. ها تاني تاني، اللون الاحمر اهو معناه ان هو اركايفد او كومبريسد فايل. هتقول لي الا ما انت بتقول لي من شويه، لا شرط، اللون الاحمر كل ما تشوفه اعرف ان هو كومبريسد او اركايفد فايل. طيب
بتقولي من شوية يا عم ان الاركايفد مش بيقلل مساحة. بص هقولك، بص كده شايف ده كان كام؟ 35 صح؟ بقى كام؟ بقى 31 بقى. يعني بص اقول لك عاملة زي ايه؟ عارف لو عندك شوية ورق كده وجمعتهم في فايل، هل انت ضغطتهم؟ لا، بس على الاقل بتقلل مساحة، مش بتقلل مساحة يعني، بتوفر حاجة بسيطة في المساحة. خلاص؟ لا، اللون الاحمر فاسود هو اللي معناها الشورت كات دي بتشاور على حاجة مش موجودة، مش احمر، احمر فاسود اهو، ده اللي قصدك عليه. ال ان داش اس الاول كده، ال اس عندي ال ان داش اس، الفايل اللي اسمه بيك فايل ده في تمب، خلي بالك ده هيطلع لك سلاش روت ال اس سلاش تمب بيك فايل اهو، تمام اهو مفيش مشاكل فيه. خلاص ال اس كمان خلوني داش ال، حلو. تعالى كده ار ام بيك فايل، همسح الملف الاصلي وبص لو جيت بصيت عليه، بص يا ريس اللون بتاعه ايه؟ احمر فاسود مش احمر. في فرق بين اللون ده وبين اللون ده. خلاص؟ وفي فرق بين ده برضه وبين ده. اعتقد اللون واضح يعني. ايه اللي مش شايف؟ مش شايف فرق؟ مش شايف ان ده اسود؟ انا باين عندي ان ده لونه اسود، احمر فاسود، ده اغمق من الخلفيه شويه يعني، اهو انا باين والله عندي ان هو اغمق، اغمق شويه في الفيديو هتشوفه، هتلاقي اغمق شويه، هتلاقي ده اغمق سنه. ايوه ماشي، لما تشوف الفيديو هتلاقي الصوره اوضح شويه. اهو ده هايلايت اهو، ما علينا. طيب بص لي كده ال اس داش ال اتش ل اي تي سي داش باك اب دوت اهو، هتلاقي المساحه فرقت حاجات بسيطه جدا عن مين؟ ها، عن المساحه الاصليه اهي اللي كانت 35 ميجا. طيب كلام جميل، تعال امسح كده ار ام داش ار اف للفولدر اللي اسمه اي تي سي، عشان كده انا كنت اخدت منه باك اب. طيب ال اس عندي، ها الفولدر اللي اسمه اي تي سي اتمسح، هل ينفع اعمل ريستور له؟ ايوه، ممكن اقول له كده تار واقول له اكستراكت فايل اكس اف، اكس اف معناها اكستراكت فايل، واقول له اكستراكت فايل اللي اسمه ايه؟ ها اي تي سي باك اب دوت تار ال اس كده داش ال، ها رجع التاني بعد ما اتعمل، رجع التاني بعد ما ايه؟ بعد ما فكيتها. اكس معناها اكستراكت. طيب طب دي يو داش اس اتش كده للفولدر اللي اسمه اي دي سي، رجع، رجع بمساحته تانية كاملة، ها شايف؟ مظبوط كده؟ حد عنده مشاكل؟ حلو جدا. طيب بالمناسبة ممكن وانت كنت بتاكستراكت كده ال اس داش ال اتش، تعال امسح كده الفولدر اللي اسمه، او اسف الملف اللي اسمه اي تي سي باك اب اهو، انا مسحت الملف المضغوط دلوقتي ماشي. كنت ممكن تعمل كده تار كرييت فايل، بس هستخدم معاها كرييت في سي في اف، في معناها فيربوز، فيربوز يعني ايه؟ يعني وريني وانت بتضغط ايه اللي بيتضغط، هيوريك الملفات وهو بيضغطها واحد ورا التاني. للفولدر اللي اسمه اي تي سي انا عايز اسميه مثلا اي تي سي باك اب دوت تار، من الفولدر اللي اسمه اي تي سي اهو، بص عمل ايه؟ هيوريك الملفات وهو بيضغطها واحد واحد، شايف؟ اهو عرضهم لك اهو. خلاص كده؟
ماشي. طيب كلام جميل. LS-LH اهو ظهر عندك اهو بنفس المساحة. طيب نقول له كده RM-RF الفولدر اللي اسمه ATC يا عم، وبعد كده LS-L اهو انا ضيعت الفولدر اهو، تعمل له ريستور بقى. هقول له تار، ممكن اقول له اكستراكت فيربوس فايل. اكستراكت فيربوس فايل معناها اكستراكت للملف ده ووريني وانت بتكستراكت ايه اللي بيحصل له اكستراكشن دلوقتي للملف اللي اسمه etc/backup.tar. اهو بص عمل ايه، وراك هو بيكستراكت ايه، ايه اللي بيحصل له اكستراكشن دلوقتي. ها رجع لاصله تاني، رجع لاصله تاني اهو. حد عنده اي مشكله؟ يبقى دلوقتي لو قلت لك اعمل لي اركايف لدايركتري تعرف، طب اعمل لي كومبريس لفايل تعرف، ها تعرف تعمل كومبريس لفايل دلوقتي؟ تعال الموضوع سهل جدا. طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه جديده، انا عايز اعمل كومبريس لدايركتري، انا عايز اعمل كومبريس لدايركتري مش اركايف بس. انا قلت لك الاركايف مش بيقلل مساحه بس الكومبريس بيقلل مساحة. طب انا عايز اعمل كومبريس لدايركتري بقى يا معلم. والله الموضوع بسيط جدا اهو. تار قال لك انت ممكن مع تار تستخدم، بمناسبة كلمة تار اصلا كانت اختصار لتيب اركايف، لان الناس قبل كده لما كانوا بياخدوا باك اب كانوا بيحطوه على التيبس، فاول وسيلة اتعملت عشان ياخد دايركتري كاملة باللي جواه يحطها على التيب، اول طريقة استخدموها او اول يوتيلي تستخدموها كان اسمها تار. خلاص ما علينا. المهم تار كده عندي تار وعندي كمان الجيزب والبيزب 2 صح. طب ممكن استخدم تار مع الجيزب والبيزب 2؟ قال لك ايوه ممكن. هتقول له ازاي؟ تار كان الامر الاوبشن بتاعها ايه؟ كرييت فيربوس فايل صح. هقول له كده كرييت فيربوس فايل، انت هتستخدم الجيزب، لو هتستخدم الجيزب حط له اوبشن زد وقول الملف اللي عندك اهو etc/backup.tar نفس المثال بتاعنا من الفولدر اللي اسمه etc بس كده. اه والله يبقى لو هتستخدم الجيزب كومبريشن استخدم الاوبشن زد. طب لو بتكستراكت يا عم هقول لك اهو تار extract verbose file زد برضو معناها ان انت بتextract ايه، انت بتextract حاجة كانت مضغوطة واركايف ده عن طريق الجيزب اهو etc/backup.tar خلاص كده. طب لو هتستخدم البيزب 2 اهو مع البيزب 2 tar هقول له create verbose file مع البيزب 2 هتستخدم اوبشن اسمه جي خلاص كده برضه نفس الحكايه. خلي بالك في حاجه احنا نسيناها هنا، في حاجه احنا نسيناها، لما تستخدم الجيزب كومبريشن هيبقى امتداد الملف دوت تار دوت جي زد، لكن لو هتستخدم البيزب كومبريشن ها ايوه لازم تكتب الامتداد etc/backup.tar.bz2 من الدايركتوري اللي اسمها etc. طب لما تيجي تفك نفس الحكايه tar extract verbose file لو انت كنت مستخدم البيزب 2 برضه هتستخدم البيزب 2 عشان تفك. backup.tar.bz2 خلاص كده. تعالى نجرب الكلام ده. ممكن اقول له كده tar create verbose file، المره دي هستخدم الجيزب كومبريشن خلاص، والجيزب كومبريشن ده هقول له انا هكريت ملف هسميه etc/backup.tar.gz اهو من الدايركتوري اللي اسمها etc عندي
ال اس داش ال اتش. بص لي كده لما استخدمت الاركايفنج والكومبريشن، ها بص ايه اللي حصل مع الاركايفنج، بس اداك تقريبا تقريبا نفس المساحه، بس بص لما استخدمت الكومبريشن ايه اللي حصل. طب بص لما استخدمت كده تار اكستراكت فيربوس فايل جي اي تي سي دوت تار اي تي سي باك اب دوت تار دوت بي زد 2 خلاص كده من الدايركتوري اللي اسمها اي تي سي تار اسف كرييت كرييت لاحظ ان البي زد 2 هتلاقيه ياخد وقت برضو اكبر ال اس داش ال اتش. بص كده بص مع البي زد 2 ايه اللي حصل، ها بص مع الكومبريشن ريشيو بقت كام، ها اقل طبعا صح، اعتقد الفرق واضح صح. طيب تعالى كده نجرب الثلاث حالات، ان انا ايه امسح الفولدر الاصلي واعمل له ريستور واشوف ايه اللي هيحصل. ار ام داش ار اف اي تي سي طيب تار اكستراكت فيربوس فايل زد عملت اكستراكت اهون اهو بالامر ده رجع التاني اي تي سي. طيب لو قلت له كده دي يو داش اس اتش اي تي سي رجعت لاصلها. طيب تعال نمسحها كمان مره. طيب المره دي هقول له بي زيب 2 بس انا كنت بستخدم الكومبريشن بي زيب 2 رجع تاني. طب دي يو داش اس اتش اي تي سي ها رجعت لاصلها. ها حد عنده اي مشكله؟ يبقى دلوقتي ممكن تعمل كومبريس لفايل بس. طب ممكن تعمل اركايف لدايركتوري بس. طب ممكن تعمل اركايف وكومبريس لدايركتوري. ها عرفت ايه الفرق بين الكومبريشن والاركايفنج؟ ها حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ بالمناسبه انت ممكن تلست الفايلز، ممكن تلست الفايلز اللي انت عمل لها اركايف دي او كومبريس حتى من غير ها ما تفكها. يعني ممكن تعمل كده تار تي في اف زد للملف اللي اسمه اهو تعالى كده الاول ار ام داش ار اف اي تي سي ال اس داش ال اتش ها انا مسحت اي تي سي كلها اهو. ممكن اقول له كده تار تي في اف زد للملف اللي اسمه اي تي سي باك اب دوت تار دوت جي زد. تي معناها ليست، في معناها فيربوز، اف معناها فايل، زد معناها الفايل ده معمول له كومبريس عن طريق الجي زد. خلاص كده اهو بص كده ايه رايك عمل لك ليست للكونتنت من غير ما تفك. بص كده لو قلت له ال اس داش ال اتش والله من غير ما افك اي حاجه اهو اهو اي تي سي مش موجود اهي، بس انا عملت ليست للكونتنت اللي موجود جوه الملف ده من غير ما ايه من غير ما افكه. ماشي طبعا نفس الحكايه ممكن تطبقها مع مين؟ مع البي زيب 2. تي معناها ليست، تي معناها ليست اهو. خلاص كده طيب ممتاز. عايزك بس تاخد بالك من حاجه، انا قلت لك ان الصيغه العامه لاي امر هي الكوماند. بعد كده بتلاقي دايما ها الاوبشن، بعد كده ايه الارجيومنت صح؟ مش ده اللي انا قلته؟ الامر بتاع طار ده من الاوامر القليله جدا اللي هتلاقي الاوبشنز بتاعتها كده ومفيش قبلها في داش، من الاوامر القليله جدا جدا. خلاص هتلاقي الاوبشن جاي لك كده سي في اف وبقيه الامر معاك اللي انت عايز تعمله.
خليك فاكر بس الحكايه دي عشان في ناس بيقعوا في الغلطه دايما بيقول لي تار داش سي في اف. لا تار هو واحد من الاوامر القليله جدا 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 اللي ما فيش فيه داش قبل الاوبشن بتاعه. الاوبشن بتاعه سي في اف كرييت فيربوس فايل، اكس في اف اكستراكت فيربوس فايل، بس بتشتغل لو حطيت داش. لو جيت تقوله كده تار داش داش هيلب، بس في بعض الاوبشنز هيكون ليها معنى تاني. في بعض الاوبشنز بداش هيكون ليها معنى ومن غير داش هيكون ليها معنى تاني. بكرة ان شاء الله هنتكلم في المان وهوريك المان بنفسك بتاع كل امر عشان انت بعد كده بقى تعرف معنى كل اوبشن ايه. ما انا مش هقعد احفظك كل اوبشن خلاص، بس كان لازم اديك مجموعة اوامر كده على الاقل، يعني يكون عندك وليكن 40-50 امر عشان ابدأ ادخلك في المان واوريك الاوامر وازاي تتعامل مع كل واحد فيهم. خلاص كده؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ طيب ممتاز جدا. ايه المشكلة اللي عندك يا حاج؟ لسه والله ما وصلنا له، والله لسه ما وصلنا له، لسه ما دخلناش في الجي بي تي لسه. خلاص ما تدخلش نفسك في حاجه احنا لسه ما قربنا لهاش. طيب ماشي، هنكتفي النهارده ان شاء الله بالقدر دون. لو حبينا بس نشوف احنا فين في الكورس، فتعالى كده ممكن اوريك كده بسرعه اللي احنا وصلنا له. احنا خدنا الايديا والهيستوري خلاص، وخدنا البيزك او اليوسج بيزك بتاعنا. رانينج كوماندز خدنا النص ده، لسه جيتنج هيلب لسه الحته دي بس. ماشي كده. براوزنج فايل سيستم خلصناه، يوزرز وجروبس وبرميشنز خلصناهم خلاص. ايه تاني هنا فضلنا بس الجزء بتاع الهيستوري والباش كومبليشن خلاص. ايه تاني؟ الاي او والبايبس خلصناها. التكست بروسيسنج تولز دي هنبدا فيها بكره ان شاء الله، والفيم برضو هنخلصه بكره ان شاء الله، الاثنين دول هنخلصهم. ماشي. ايه تاني يا سيدي؟ الجرافيكال تولز دي مش هخليك تقرب من الجرافيكال اطلاقا اطلاقا. ماشي دلوقتي فاضل لنا كمان البروسيس فايندينج فايلز، نتورك كلاينتس هكلمك عليها بكره. احنا خدنا واحد بس من نتورك كلاينتس دي، راح فين؟ خدنا واحد بس من نتورك كلاينتس دي اللي هو الاس اس اتش خلاص. ايه تاني؟ الفايل سيستم ان ديبث ده خلصناه تمام كده. في عندنا موضوعين مشتركين مع التراك التاني اللي هو ده، بقيه الفايل سيستم ادمنستريشن تولز مع اللهم صل على النبي راح فين، الاس يو اي دي والاس جي اي دي، الاثنين دول مشتركين ما بين التراك الاول والتراك الثاني خلاص. فانا هخلصهم الاثنين كده مع بعض مره واحده في التراك الثاني الاثنين دول. ماشي يعني الاثنين دول بدل ما اعيدهم مره في الاول في التراك الاول ومره في التراك الثاني ونضيع وقت هنا ونضيع وقت هنا، هخلصهم كلهم مره واحده في شوط واحده والموضوع انتهى. ماشي يعني ان شاء الله بكره ان شاء الله بكره مفيش كلام، يعني هنخلص مين؟ الهيستوري جيتنج هيلب في ربع ساعه ولا حاجه، الهيستوري الفيم، ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني؟ فايندينج بروسيس اند فايلز، بالمناسبة دي خدنا منها كده جزء كمان حلو كده، يعني فاكرين ال WH commands لقطنا من دي كده نصها ولا حاجة. فضلنا بس امرين اتنين عشان نبقى خلصنا الموضوعين دول، locate و find بس، وبقى انا كده خلصت الموضوع ده كامل. بس يعني ان شاء الله بكرة يبقى اليوم الرئيسي بتاعنا في الكورس ده، نخلص بقى ايه بقية المواضيع اللي ايه
اللي موجوده في التراك ده، وبقى احنا خلصنا التراك ده ان شاء الله. طيب حد عنده اي مشاكل؟ ها اتفضل. سكت ليه يا معلم؟ بص مش هضحك عليك، مش هضحك عليك، السوق في مصر حاليا واقف تماما، لا للناس اللي عندها اكسبيرينس ولا للناس اللي هي فريش. خلينا اقول واقعي بقى ومش هضحك عليك واعمل لك الدنيا ورديه، بس فعلا والله العظيم انا اعرف ناس عندهم اكسبيرينس 5 سنين و10 سنين والدنيا واقفه تماما. شركات كتيره جدا كانت موجوده وقفلت، وشركات عماله تخسر، فالدنيا واقفه تماما. فريلانسر بقى ممكن تعيش حياتك على النت، بس هي المشكله حتى لو اشتغلت فريلانسر هتدخل فلوسك وتخرجها ازاي مع وجود القوانين الغريبة اللي موجودة في مصر؟ فريلانسر في كمية مواقع كتير جدا ممكن تشترك فيها، ساعات بتوصل الساعة ل 50 دولار و 40 دولار، في الطبيعي ب 20. كمية مواقع كتير جدا ممكن تشتغل منها فريلانسر، بس في مصر هتدخل منها فلوس وتخرج منها فلوس ازاي؟ البنك المركزي اصلا منع حاجة زي كده. فريلانسر هتبقى قاعد في بيتك عندك 500، الناس بيحطوا تاسكات على النت، واحد عايز حد يساعده، شركه عايزه حد يساعدها يعمل لها سيت اب لسيرفر معين، سيت اب لسيرفيس معينه، سيت اب لفي بي ان سيرفيس، سيت اب لفويب، اي حاجه، اي مشروع. بتطبق المشروع بتاعك وانت قاعد في بيتك اونلاين وبتاخد الفلوس، بيحول لك فلوسك. بس هي المشكله في حاجه، هتدخل الفلوس دي ازاي وهتخرجها ازاي؟ يعني لو انت قاعد تشتري حاجه من بره اساسا، هتدخل هتشتري وهتبيع، او هتدخل فلوس تخرجها ازاي في ظل وجود مفيش سياسة نقدية واضحة للبلد؟ هي دي المشكلة. ماشي طيب نوقف الفيديو بس عشان ما نزودش المساحة على الناس. أنا شايف إن الوضع في مصر كارثي بكل بساطة، مش عايز أكون متشائم بس هي دي الحقيقة للأسف بصراحة. ممكن يخليه يبعت لك هو الفلوس وتاخد منه الجمرك منه مهابة. طيب نوقف الفيديو بقى. يا ابني ما تشتموش سيسي يا ابني، هتروحوا في داهية يا ابني. حد يبلغ عن الواد ده النهارده؟ حد يبلغ عنه؟ يلا بقى نوقف الفيديو بس عشان المساحة للناس.